ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. هذا يقولونه على سبيل الاستبعاد والإنكار، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. هم يستبعدونه، يقول يلا يا محمد ائتنا بيوم الفتح، يلا ائتنا باليوم ما تعيدنا، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في دعواكم أن هناك يوما آخر وأن هناك بعث وأن هناك جنة وأن هناك نارا، ائتنا بها متى؟ وهذا يقولونه على سبيل الاستهزاء والسخرية والإنكار والاستبعاد. هذا كلام المشركين، كلام المكذبين، ينقله الله تبارك وتعالى لنا كيف يواجهون به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى، طبعا إن كنتم صادقين يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع النبي الذين يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى عبادة الله وحده، يحذرون من النار، يحذرون من يوم القيامة. يقول له، يقول لهؤلاء، يقول متى هذا الوعد، يلا ائتونا به، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فجاء الجواب من الله تبارك وتعالى فقال قل أي يا محمد لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ما عندي، أنا لي حدود. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنتم تقولون لي متى هذا الفتح، لا أدري. متى هذا الوعد، لا أدري. الأمر بيد الله، أنا أيضا أنا لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، فكيف تسألوني أنا؟ الأمر عند الله، أنا رسول من عند الله تبارك وتعالى، وإنما أبلغكم ما أرسلت به فقط، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أنا لا أعلم. انظروا كيف ينبه الله نبيه إلى هذا القول، أن يقول لهم هذا الكلام، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. ضرا أي ضر نكرة، ولا نفعا أي نفع نكرة. من الذي يملك الضر والنفع؟ الله سبحانه وتعالى. ثم قال إلا ما شاء الله، إلا ما أعلمني الله. كما وإذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بيعلم من السؤال، قال فما أماراتها، ذكر أماراتها أو بعض أماراتها صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا مما شاء الله، هذا مما أعلمه الله تبارك وتعالى من أحداث يوم القيامة. أما متى يكون لا يدري. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن الله عنده علم الساعة وحده سبحانه وتعالى، خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، وذكر الخمس الباقية. فالله يرشد نبيه إلى أن يخبرهم أنك رسول، والأمر كله بيد الله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال ولكن انتبهوا لكل أمة أجل. أنت ماذا تريد من الساعة؟ أنت إذا مت قامت ساعتك. لكل أمة أجل، أجلك ساعتك. يعني نحن نتكلم الآن منذ خلق الله آدم صلوات ربي وسلامه عليه إلى أن تقوم الساعة على لكع ابن لكع ابن لكع، مدة طويلة. لكن هل كل واحد فينا عاش كل هذه المدة؟ لا، كل واحد له يعني مدة معينة يعيشها. هذا له 60 70 80 90 20 30، متفاوتون الناس في هذا. فلكل أمة أجل، فإذا جاء أجلك قامت ساعتك، انتهى الأمر الآن. أجلك ساعتك، لكل أمة أجل، كما قال الله تبارك لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أبدا، لا يمكن.
إذا جاء الأجل لا يستأخر، لأنه قدره الله ولا راد لأمره سبحانه وتعالى.